Hello, how are you? In this lesson, we are going to learn how we can describe a date in English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعلم كيف نكتب وكيف نقرأ تاريخ اليوم باللغة الإنجليزية وكذلك طريقة قراءة السنوات. إذا كنت تريد رفع مستواك في اللغات وكنت أول مرة تزور القناة فأطلب منك الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، وأطلب منكم كذلك الضغط على زر اللايك وترك تعليقات أسفل الفيديو. فأما بالنسبة للمشتركين الذين لم تعد تصلهم إشعارات الفيديوهات الجديدة، أقول لكم إلغوا الاشتراك وأعيدوه مرة أخرى. إذن نبدأ الدرس. Let's go. إذن كما نعلم أن تاريخ اليوم يتكون من الأيام days، الشهور months، رقم الشهر، وكذلك السنوات years. إذن سوف نتعرف عليهم أولا ثم نرى كيف نرتبهم. إذن تابعوا معي. نبدأ بالأيام. Monday، الاثنين. Monday. Tuesday، Tuesday، الثلاثاء. Wednesday، Wednesday، الأربعاء. Thursday، Thursday، الخميس. Friday، Friday، الجمعة. Saturday، Saturday، السبت. Sunday، Sunday، الأحد. الآن ننتقل إلى الشهور. January، January، يناير. February، February، فبراير. March، March، مارس. April، April، أبريل. ماي، ماي، ماي. جون، جون، جوان. جولاي، جولاي، شهر جويلية. أغسط، أغسط، شهر أوت. سبتمبر، سبتمبر، شهر سبتمبر. أكتوبر، أكتوبر، شهر أكتوبر. نوفمبر، نوفمبر، شهر نوفمبر. ديسمبر، ديسمبر، شهر ديسمبر. يوجد نوعان من الأعداد. هناك الأعداد العادية cardinal numbers، يعني واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، 1, 2, 3, 4, 5، etc. ويوجد كذلك الأعداد الترتيبية ordinal numbers، يعني الأول، الثاني، الثالث، الرابع. ففي اللغة الإنجليزية first، second، third، fourth، etc. إذن في تاريخ اليوم باللغة الإنجليزية نحتاج إلى ordinal numbers، هذه الأرقام. إذن سوف نقرأها مع بعض. أولا هي first، ثانيا second. فعند كتابة تاريخ اليوم وكتابة رقم الشهر نحتاج إلى الحرفين الأخيرين. مثلا first نحتاج إلى st فقط، نكتبها بعد الرقم. Second، لاحظوا second أخذنا and الحرفين الأخيرين and ونضعهم كذلك بعد الرقم. لاحظوا اثنان وبعدها and. Third، ثالثا third، نأخذ rd ونضعها بعد رقم ثلاثة. هذا ما نحتاجه في عند كتابة تاريخ اليوم باللغة الإنجليزية. Fourth، نأخذ th ونضعها بعد أربعة. fifth كذلك، نأخذ th الحرفين الأخيرين
ونضعهم بعد رقم 5. إذن first, second, third, fourth, fifth. نواصل. سادسا sixth, sixth. سابعا seventh, seventh. ثامنا eighth, eighth. تاسعا ninth, ninth. عاشرا tenth, tenth. حادي عشر eleventh, eleventh. تاني عشر twelfth, twelfth. تالت عشر thirteenth. الخامس عشر fifteenth, fifteenth. السادس عشر sixteenth, sixteenth. السابع عشر seventeenth, seventeenth. الثامن عشر eighteenth, eighteenth. التاسع عشر nineteenth, nineteenth. عشرون twentieth, twentieth. لاحظوا كلها نحتاج إلى الحرفين الأخيرين ونضعه بعد الرقم في تاريخ اليوم. نواصل. 21 21st, twenty-first. نأخذ st ونضعها بعد 21. 22 22nd, twenty-second. لاحظوا nd نضعها هنا حرفين أخيرين. 23 23rd, twenty-third. أيضا نأخذ RD ونضعها بعد 23. 24 24th, 24th. نفس الشيء TH. 25 25th, 25th. نفس الشيء TH. 26 26th, 26th. كذلك نأخذ TH. نواصل. 27 27th, 27th. 28 28th, 28th. 29 29th, 29th. 30 مرتبة 30 30th, 30th. المرتبة 31 31st, 31st. إذن لكي تسهل عليكم المراجعة سوف ألخص لكم كل هذا في سطر واحد. إذن قمت بتلخيص كل ما قلته في ترتيب الأعداد في ما يلي. إذن نضع ST أمام واحد وواحد وعشرون وواحد وثلاثون، ونضع ND أمام اثنان واثنان وعشرون، ونضع RD أمام ثلاثة وثلاثة وعشرون. أما باقي الأعداد الترتيبية فكلها نضع بعدها TH. TH. هذه هي الملاحظة. ففي مدارسنا نحن نعمل بالإنجليزية البريطانية، هذا الترتيب الذي نعمل به في المدارس. إذن لاحظوا Thursday اليوم، Fourth العدد الترتيبي للشهر، April 2030 اليوم العدد الترتيبي للشهر، الشهر ثم السنة. يكتب بهذا الشكل ويكتب كذلك بهذا الشكل، نستطيع أن نكتب إلا الرقم ولا نكتب TH العدد الترتيبي. أما بالنسبة للإنجليزية الأمريكية فكتاب التاريخ يكون ترتيبه كالتالي: اليوم فاصلة الشهر رقم الشهر والسنة.
اليوم فاصلة الشهر رقم الشهر والسنة. Thursday, comma, April 4, 2022. يمكن أن نلاحظ هناك فرق بين كتابة التاريخ بالإنجليزية الأمريكية American English وكتابة التاريخ بالنسبة للإنجليزية البريطانية British English. فبالنسبة للإنجليزية البريطانية يبدأ التاريخ بالرقم رقم الشهر وبعد ذلك الشهر، أما بالنسبة للإنجليزية الأمريكية فيبدأ بالشهر وبعده رقم الشهر. هذه هي الملاحظة والفرق بين كتابة التاريخين. فبالنسبة للإنجليزية الأمريكية نستطيع أن نكتب التاريخ على طريقتين، فالترتيب نفسه اليوم الشهر رقم الشهر والسنة، ولكن بالنسبة للرقم نستطيع أن نكتبه بطريقتين، نستطيع أن نكتبه الرقم لوحده كما نستطيع أن نكتبه بالحرفين الأخيرين الأعداد الترتيبية Thursday, comma, April 4th, 2022. أما القراءة فليست مثل الكتاب، أما القراءة فتكون كالتالي: Thursday, the 4th of April, 2022. إذن نكتب اليوم، نضع الفاصلة قبل الرقم الترتيبي، نضع the وبعده نضع of، بعد of نضع الشهر وبعد ذلك نقرأ السنة. إذن Thursday the 4th of April 2022. هنا بعض الأمثلة لكيفية قراءة التاريخ: Monday the 1st of May، وبالطبع هنا بعد ذلك تأتي السنة. الاثنين، الأول من ماي، الأول من ماي، قلنا the هي التعريف ال وof هي من. Monday the 1st of May، الاثنين الأول من ماي. Tuesday the 2nd of May، الثلاثاء الثاني من ماي. Tuesday the 2nd of May، Wednesday the 3rd of May، الأربعاء الثالث من ماي. Wednesday the 3rd of May، Thursday the 4th of May، الخميس الرابع من ماي. Thursday the 4th of May. إذن ننتقل الآن إلى كيفية قراءة السنوات. أما بالنسبة لقراءة السنة في تاريخ اليوم فهو لا يقرأ عادي، قراءة عادية، مثلا مثل ما في اللغة العربية نقول 1907 1804 قراءة عادية، لكن في اللغة الإنجليزية فيقرأ رقمين رقمين. هنا يقرأ 19 7 18 4 16 1 17 99 18 50 وهكذا. إذن تقرأ هنا 1907 أو هي الصفر 19 عندما يكون 1907، عندما يكون الصفر هنا فيقرأ أو 1907. 1804 يقرأ 18 04، يعني أربعة، قلنا الصفر ينطق أو 18 04.
1601 يقرأ 16 واحد 16 01 O قلنا الصفر إذا يقرأ 16 01 1799 يقرأ 17 99 17 99 1850 يقرأ 1850 يقرأ 1850 أعيد 1907 O هي الصفر 1804 1601 1799 1850 أضيف أعداد أخرى 1916 يقرأ 1916 19 يقرأ 19 16 1916 1997 كذلك يقرأ 19 97 رقمين رقمين 1997 أما سنة 2000 فتقرأ عادي 2000 2001 تقرأ على حالتين تقرأ ب British English و American English British English الإنجليزية البريطانية فتقرأ 2001 يعني 2001 لأن and هي و 2001 أما في American English ننزع and لا نضيفها 2001 كذلك بالنسبة ل 2006 2006 بالإنجليزية البريطانية 2006 أما American English فتقرأ 2006 قلنا ننزع and 2006 أما 2010 فتقرأ على ثلاث حالات 2010 2010 British English 2010 American English قلنا نحذف and وكذلك نستطيع أن نقرأها 2010 يعني 2010 مثل ما قلنا في الأرقام الأولى تقرأ كذلك 2010 2010 نضيف أمثلة أخرى 2013 تقرأ 2013 2013 وتقرأ بأمريكان إنجليش 2013 بدون and وتقرأ 2013 يعني 2013 2015 كذلك نستطيع أن نقرأها على ثلاث حالات 2015 2015 2015 تقرأ بأمريكان إنجليش 2015 بدون and 2015 وكذلك تقرأ 2015 2015 2015 2020 تقرأ 2020 British English American English 2020 قلنا ننزع and وكذلك تقرأ 2020 يعني 2020 2020 وإلى هنا أكون قد انتهيت من شرح هذا الدرس أتمنى أنكم قد استفدتم وأقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.